وعرب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن الشكر والتقدير لرجال الإعلام المصري الشرفاء، مشيدا بالتغطية الإعلامية المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة من جميع الوسائل الإعلامية التي جاءت تغطيتها مثالية وشاملة لجميع أعمال اللجنة. ولا يفوتني في هذا السياق أن أشيد بالتغطية الإعلامية المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة من جميع الوسائل الإعلامية التي جاءت تغطيتها مثالية وشاملة لجميع أعمال اللجنة، فكل الشكر والتقدير لرجال الإعلام المصري الشرفاء